نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هذيك الفقره الاولى، وهي مساله بسيطه وما لا تستدعي يعني شي، يعني كيخصك غير شويه ديال التركيز كما قلت لكم، يعني غير شويه ديال التركيز دونك وغادي توضح عندكم المساله. وهنايا كاشاره كذلك الى لاحظتوا ف الاستعمال ديال الطريقه ديال لوبا كتكون سريعه ومختصره، ولكن كذلك خطيره، لانه في بعض الاحيان وغتشوفوا فاش غيكون عندنا دي ماسك موديفي دونك كاين واحد الامكانيه ديال انك ممكن ترتكب اخطاء في استخراج هاد لي بلاج دادغيس، وهما كيكونوا بسيط. اذا انا اعيد هنايا السؤال، بعد ما سالينا هاد الاولى وخدمناها بجوج ديال الطرق، ما عرفتش يعني كاين اللي ممكن نخدموها في هادو اللي بقاو عندنا غير تروازه دغيا بقاو، كاين اللي نخدموها بلي دو ميثود وكاين اللي نديروا فيها غير ميثود وحده، ولا اللي بغيتوا على حسب ما ترونه انتم وما تريدونه، اللي بغيتوا ماشي مشكل. ولذلك فانا بغيتكم انتم تخدموا، دونك غادي عندنا 172 16 00 الوغ شكون سيلفو بلي اللي يبغي، واخا راه كان زميلكم كذلك حسام قبيله رافع يده، ولكن انا اكرر السؤال، شكون اللي تفضل يخدم لنا هذه بسرعه دونك يعني، ويحاول هو يكون الموجه ونخدمه جماعه، ولا الا عنده بورتابل ونخليه يدير يعني لي نوطاسيون ويبقى ينطي في البورتابل ديالو ويكتب على الطابليت ديالو. ولا يلا شكون سيلفو بلي، يلا شكون سيلفو بلي. سي حسام ما عندي ميتسل، دائما حاضر النظر. يلا ما عندي ميتسل دونك الا ما كاينش شي واحد اخر دونك دائما غنعطيو السي حسام. ولا عندك الطابليطه حسام، راه لي نوطاسيون راه ايل سون اكتيفي، تفضل السي حسام وخذ الميكرو ديالك وراه لي نوطاسيون راه ديجا اكتيفي، وخذ هاد لابارتي، بقا تكتب في هاد لابارتي هادي هنايا، دونك بقا تكتب في هاد لابارتي. بغيتي نكتب معاك في الوورد ماشي مشكل، اللي بغيتي. السلام استاذ، لاباس عليك؟ عليك السلام سيدي حسام، كيدير بخير؟ اخباركم استاذ؟ الحمد لله سي حسام، كيف بقيتوا انتم؟ الاهل، الوالدين، الخوت؟ لاباس الحمد لله استاذ، الله يحفظك. مع المرض الحمد لله ما كاينش اصابات عندكم في العائله؟ لا والو الحمد لله. والله الحمد لله ما كاين والو، الحمد لله عندنا الرشيد. الحمد لله وشكرين. الرشيد ديال زيرو اصابه ياك؟ الحمد لله. إيه. هذا من فضل الله يسلمك. الله يبقى لك. اي الحمد لله، مشكورين الساكنه على يعني سماعهم الدعوات ديال البقاء في المنازل، مشكورين قبلهم الناس ديال السلطات والناس ديال هادو اللي كيسهروا على هاد الامور هذه، الجمعيات المجتمع المدني كذلك اللي كيخرجوا في الزناقي وكيطالبوا الناس. اذا هذا قوس صغير حلينا في هذا الباب. تفضل سي حسام، بغيتي تاخذ لي نوطاسيون؟ راه عندك لي نوطاسيون، كتب الى عندك في البورتابل وكتب وتفضل. نكتب ولكن ما عرفتش واش غادي يكون داكشي منظم ولا ما يكونش منظم. شوف ماشي غتكتب انت لي نوطاسيون، يعني راه كاين عندك هو القلم، غدير نوطاسيون وغتبقى تكتب فوق ليكرون، ما غاديش تكتب فوق الوورد، يعني غتكتب فوق ليكرون ديالك وغيبقى يبان عندنا حتى حنا. يلا تفضل هكا شوف هاد الصيغه، بهاد الصيغه الا عندك بورطابل هاني كنكتب دابا انا بهاد الصيغه، صافي هاد الصيغه صافي بهاكا هاكا. يلا خذ وكتب 172 دونك غتخدم هذه 172 16 00 سور 24. دونك عندي نحدد الكلاس اللي بغيتي دابا انت لك واسع نظر. اش كنديروا؟ كنحددوا الاول الماسك، لان الكلاس هنايا ما بقاش كتهمنا، لان راه عندنا لو سيدر. الا لاحظتوا هنايا راه نورمالمون لا دغيس دو ديفيزيون، لا نورمالمون هنا لا كلاس، الا لاحظتوا عندنا 172 وهذه كاين الكلاس هذه لا كلاس بي، ولكن اتونسيون راه لو ماسك سي سلاش 24 سي تا ماسك دو كلاس سي ميم سي. وي سي لوكت الاول كيقول لنا راه لا ماسك بي، اذا هنا ما كتهمنيش لا كلاس، الو غنمشي نخدم مع لو سيدر. تفضل سي حسام. دونك غادي ندير ما عرفتش صراحه، ما بغاش يكتب لك، صافي ماشي مشكل، انا نكتب لك. شوف انت قول لي وانا نكتب. اكتب هو استاذ يكتب. يلا مرحبا، دونك انت قول لي وانا نكتب لك. دونك الماسك، دونك غادي نديرو 200 عندي، غادي نحاول ندير لو ماسك 255 255 255 0. واخا عطيني دقيقه باش نمشي معاك مزيان. دونك الماسك سي حسام قال لكم بالنسبه للماسك، واخا دونك بالنسبه للماسك ناخذ هاد لا كولور. دونك بالنسبه للماسك قال لكم حسام اوتوماتيكمون هو ماشي هادي، عفوا هادي
هادي دونك قال لكم حسام اوتوماتيكمون الماسك هنا كيبان بلي سلاش 24 راه خدمناها في هذه الاولى في هذا السؤال الاول اوتوماتيكمون غيكون بحالو بلا ما نرجعوا للبينير دونك غنمشيو ديريكتومون للديسيمال دونك اللي هو 255.255.255.0 فوالا دابا السي حسام انا نوجهك انا نعطيك اسئله وانت تزيد دابا حنا عندنا جوج اختيارات ممكن ولا بجوجهم نقدروا نديروهم ممكن نخدموا بالطريقه ديال البينير وممكن نخدمه بطريقة ديال لوبا أنا كيبان لي بالنسبة مادام خدمنا البينير ولوبا يعني في نفس الماسك في السؤال الأول ولا في لادغيس الأولى نقدروا نختاروا مثلا هنا الأسرع والأسهل اللي هو أش لوبا فوالا دونك ونخدموا هنايا بلوبا ديالنا ولذلك أوتوماتيكمون هنا هالماسك شحال غادي يعطيني لوبا هنا السي حسام لوبا تعطيني 256-0 ممتاز إيقال تعطيني 256 جميل مزيان دابا غادي نبداو لادغيس غيزو راه باينه عندي دونك لادغيس سو غيزو بيان لادغيس غيزو باينه عندي اللي هي لادغيس غيزو هي 172.16.00 فوالا دونك سلاش 24 مزيان دابا لا بروميير ادغيس اي بي بروميير ادغيس اي بي تعطيني غادي نحاول انني نزيد لهذاك الزيرو غادي نزيد له 1 جميل جدا تعطيني 172.16.01 ممتاز جدا دونك هنا ندير القاعده باش نفكر الناس بها 0 بلس 1 قلنا ممتاز دونك دابا بغينا نشوفوا اخر ادريس اي بي لينا وغنبداو من الاولى اللي هي 1 وحنا غاديين 2 3 4 اذا فين غنحدوا في هاد لابلاج غنديروها سير لا ديرنيير ديرنيير ادريس اي بي اها هذه ديرنيير ادريس تعطيني 172 16 0 254 ممتاز كي درنا لقينا 254 مسيو حسام دونك غادي نديرو هذيك 0 بلس 250 بلس لو با بلس لو با موان 2 اللي هي دونك 0 لو با هو 256 فوالا موان 2 ايغال à 254 سي تري بيان عندي مثال دونك ساهله وبسيطه دونك دابا بقات لنا وحده شكون هي l'adresse l'adresse de diffusion diffusion donc la même chose donc je vais dire là 162 غادي نحاولوا نعطيو 172 16 0 256 255 سي تري بيان دونك درنا لقينا عندنا جوج طرق يا اما كنديروا 254 وكنزيدوا لها واحد هذه الطريقه الاولى يا اما كنديروا الطريقه ديال لو با 0 بلس با موان زان ياك سيدي اللي كتساوي نورمالمون 0 بلس 256 موان زان كيغال ا 254 فوالا كلهم كيعطيونا نفس الطريقه دونك يا اما بهذه الطريقه يا اما بهذه فوالا يا اما بهذه الطريقه يا اما بهذه الطريقه يا اما دونك اللي هي هذه دونك هذه هي هذه ممتاز صحيح باين كل شيء هو هذاك تما واحد 255000 فين فين هنا هنا سي تري بيان 255 الزربه شويه كتخلق المشاكل احيانا دائما فوالا يلا شباب دونك مزيان تفضل تفضل السي حسين فديك انت البينير نعم تكون عندنا 7 تاع الصفرات في لا بروميير ادريس اي بي تكون 7 الصفرات والثامن هو واحد اي ونقدروا نقدروا في لادريس لو دغنيير ادريس اي بي نحولوا داك الصفرات داك 7 الصفرات نحولوهم ل ا وداك الثامن نحولوا للصفر فوالا هو راه قلنا حنا الاصل منين لقيناه دابا حنا ما بقيناش كنهضروا غير في الخيال دونك قلنا باللي هذاك لادريس دو ديفوزيون كيفاش درنا لقيناها بهذه الصيغه هذه 7 د الوحدات والصفر اوتوماتيكمون راه قلنا الاصل ديال هذا الشيء كله هما هادو صافي ولكن تحفظتيهم بهذيك الطريقه مزيان الاساس هو في التالي تكون النتيجه صحيحه 7 0 7 وحدات وصفر ولا 254 رديتيها للبينير المهم غتجي وتعمرنا هذه البلاصه بهذيك الصيغه وصحيح جدا وشكرا لك على هذه المعلومه صحيح فوالا دونك ميرسي سي حسام دونك بغينا عفوا شكرا شكون اللي يقدر يخدم لنا لا ثوازيام سيلفو بلي شكون اللي يتفضل لا ثوازيام شكون يتفضل لا ثوازيام بنفس الطريقه ونفس الصيغه لا تفضلي مرحبا يلا ها مادموزيل تفضلي السلام عليكم استاذ عليكم السلام اهلا وسهلا تفضلي فوالا اذا غادي نمشيو دابا 392 160 فوالا
سون كتروف تبغي تكتبي ب ب ستاش صفر على واحد تبغي وعشرين تكتبي بالطابليت في البي سي في بورتابل ولا نكتب هنا؟ لا غير كتبها استاذ. يلاه سير اسيدي. دونك الماسك بعدا هو الاول. دونك اول حاجه الماسك شحال غيساوي عندنا؟ ماسك كومبينر 8 د الوحدات. 8 د الوحدات جميل جدا. 1 2 3 4 5 6 7 8 بوين. ها 8 د الاولين 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ها 16 دابا 5 د الوحدات 16 17 18 19 20 21. دونك حنا اشنو كتبنا دابا؟ كتبنا 21 واحد اوتوماتيكمون. هاد لوكطي الثالث واش كمل ولا مازال؟ لا باقي. دونك شحال غنزيدوا له؟ ثلاثه الاصفر. ممتاز. دونك انا غادي ندير واحد الاختلاف هنا في الالوان باش يبان للجميع سيلفو بلي. دونك غادي نديروا هنايا اللون الاحمر فوالا، وغادي ناخذ هنايا دابا لون مثلا اخضر ياك. دونك زميلتكم قالت كنكمل بواحد جوج ثلاثه ديال الاصفر، ثم لو ديرني اوكتي كي غادي يكون مادموزيل 8 ديال الاصفر. جميل. 8 الاصفر جميل. دونك 1 2 3 4 5 6 7 اي 8. جميل جدا. الوغ اوتوماتيكمون هاد 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 لو ماسك هذا دابا غادي نردوها مادموزيل للديسيمال. دونك شحال غادي يعطينا في الديسيمال؟ واخا ناخذ هاد لا كولور. دونك 255 متاكده؟ لاحظي راه عندنا خمسه ديال 5 اوزان. ها 5 اوزان لان 16 زائد 5 هي 21، وهاد خمسه ديال الوحدات اللي ردينها للديسيمال شحال تعطينا؟ 248 امادموزيل. لحقاش 240 هي 8 ديال الوحدات. سمعوا معايا، هاد الاول هو 128، الا زدنا له 64 كيولي 192، زدنا له 32 كيولي 224، زدنا 16 كتولي 240، وإلا زدنا 8 كتولي 248. اوكي مادموزيل؟ دونك 248 سوني با 240 صافقة. بوان بوان زيرو. دونك الماسك فوالا الماسك ديالنا كيولي هو هذا في الديسيمال. الديسيمال اوكي فوالا. الوغ شنو غنديروا اخر مادموزيل؟ اشنو غنخرجوا دابا؟ بغيتي تخدمي بطريقه ديال البينير وبيان كوميغ ادريس ايفتي، ولكن قبل واش بغيتي تخدمي بلو با ولا بالبينير؟ ديال لو با. بغيتي بلو با، دونك غنخرجوا لو با. بلو با دونك خصنا نخرجوا لو با هنايا. كي غنديروا نخرجوا لو با هنا؟ هنا دابا انا كيبان لي في هادي غنبدا معاك لو با دابا ياك، وغنخدموه جماعه، ثم غادي نعاود نخدمو بالبينير باش نتاكدوا من النتائج باللي فعلا صحيحه مزيان. وهادي هي فاش غادي نلقاو حاله من بين الحالات الخاصه. عرفتوا علاش؟ لان هادي فيها ماسك موديفيي. اوكي راه ميم سي نو زافون اون ادريس اي بي دو كلاس سي، لان هاد لو بروميي نومبر 192 راه ديال لا كلاس ديال لا كلاس سي اوتوماتيكمون، ولكن حنا خدامين بان سيدر اللي هو صغر من لا كلاس سي، ولكن حنا هادشي لا يثنينا مزيان. دونك لو با هنا مادموزيل كي غنديروا له؟ غادي نديروا اها لو با ايغال 256 جوج هي 256 موان زيرو. لا 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 هنا ماشي موان زيرو. اتونسيون هذا هو اللي قلت لكم في لا كلاس بي كتولي شويه ديال الاختلاف، لان التغييرات نورمالمون ما غاديش تكون يعني مباشره من هذا من هذا من هذا لو نومبر. هذا التغييرات غتبدا من هذا في هذا، وكذلك غتكون في هذا، ولذلك هنا غادي يكون عندنا دو با. انا بالنسبه ليا لاحظوا معايا الطريقه اللي غادي تبقى ديروا معايا. دونك غادي نخدموا دو با. لو بروميي با هو 256 وردوا معايا البال موان دونك موان زيرو. هذا لو با الاول اوكي موان زيرو. هذا لو با الاول ايغال ا 256. هذا لو با الاول. لو با الثاني با 2 معايا مادموزيل ايغال ا 256 موان 248 اوكي. دونك ماشي غير 256 موان زيرو. دونك يكون عندي دو با. شكون شي ميساج هنا شي لا مسيو حسام، لا ماشي 256 موان 255 لا. دونك نخدمو 248. دونك شحال غتعطيني اوتوماتيكمون؟ هي جو بونس كو سي 8. وي سي 8 سي 8
إذن لاحظوا معايا عندي دو با الوغ فاش فاش كنستهلك لو برومي با كله كنمشي لو دوزيام لو دوزيام با يعني ما كنستعمل لو دوزيام با حتى كنكون ساليت مع لو برومي لو برومي با وهانتوما غتشوفوا فاش غنخدموها يعني بالبينير واخا انا صراحه كنت كنفضل نبدا البينير هو الاول عاد نمشي للديسيمال باش باش تبان عندكم اكثر واعتقد الله اعلم داكشي اللي غادي نديرو الى 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 اتفقتوا معايا دونك نديرو البينير ثم ولا نديرو سير نكملوا هكا سير ماشي مشكل ماشي مشكل بغيتو نكملوا هكا نكملوا هكا دونك دابا هنا اوتوماتيكمون لادريس سو ريزو غتكون هي وي مادموزيل تفضلي لادريس سو ريزو لادريس سو ريزو يلا باش نخدمك معايا وي 92168 فوالا سي تري بيان سي تري بيان سلاش 20 لا لا دابا لادريس ريزو راه ساهله هذه راه معطيه لك 0 سلاش 20 0 سلاش 20 دابا لا بروميير ادريس كذلك ما غاديش تكوني مختلفه فيها لانه ما كاينش اختلاف لا بروميير ادريس اي بي اوتوماتيكمون شحال 192 زيد 168 16 1 ممتاز اذا هذه ما عندناش فيها شي اختلاف علاش واحد لانه اوتوماتيكمون دونك كنزيدو واحد لهذاك الرقم اللي عندي هنايا دونك زيرو كنزيد له واحد اوتوماتيكمون كنلقى واحد فوالا ما عنديش فيها شي اشكال دابا فين غيكون فين غيبدا عندي المشكل هو باش نحدد اخر ادريس اي بي اللي غنستعمل في هاد لو ريزو هذا دونك اخر ادريس اي بي اوتوماتيكمون هنا غادي نلقى المشكل دونك ديرنيير voilà dernière adresse IP شكون اللي عنده شي فكره عندك شي فكره مادموزيل ممكن تقولينا ممكن تستعملي دابا انطلاقا من هذوك جوج ما عندكش مزيان الوغ مزيان الى ديزاكتيفيتي الميكرو باش ما يديرش صداع بزاف ودونك وتصنطي مادام دونك كاملينكم اعتقد حتى واحد ما عنده شي فكره هنا شكون اللي عنده شي فكره بلا المادموزيل شكون اللي عنده شي فكره شكون اللي عنده شي فكره سي بوبلي شكون اللي عنده شي فكره حتى واحد سي بيان دونك لاحظوا معايا الوغ هنا مدام عندنا دو با اش كنديروا قلنا فاش كنستهلكوا كنستهلكوا لو بروميير با دونك كنمشي اوتوماتيكمون لو دوزيام با فوالا كيفاش هاد المساله كيفاش كنستهلكوا هاد لو بروميير با اوتوماتيكمون هنا كنمشيو دونك هنا كتغير هذا كيكونوا كنبداو صفر واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة كندورو حتى ل 255 الوغ اون فوا كنمشي نبغيو نمشيو ل 256 كيحبس هاد لو كونتور هنايا ديال هاد لوكت التالي كيزيد هنايا واحد فهاد لو كونتور هذا كيولي 17 اوكي كيزيد واحد هنايا اوتوماتيكمون كيولي هنا 17 الوغ كنبداو عاوتاني 17 0 17 1 17 2 17 3 4 17 5 17 6 7 والكونتور الثالث كيدور حتى كنوصلوا ل 17 255 اوتوماتيكمون فاش كنبغيو نمشيو 17 256 كيحبس الكونتور هذا كيحبس هذا لانه هو الاستهلاك ديالو هو الحد ديالو ولا يعني اقصى رقم ممكن يوصل له هو 256 يعني اقصى رقم هو 256 رقم يعني من صفر حتى ل 255 هي 200 كما قلنا قبيله كما قلنا دونك هي 256 رقم الوغ اون فوا كيستهلك ديك 256 رقم كيحبس اوتوماتيكمون فاش كيحبس اوكي فاش كيحبس واخا سي جبلي دابا نجي عندك دونك فاش كيحبس راه هذيك راه درناها سي جبلي هي 16 واحد صافي دونك فاش كيحبس في 255 اللي هو 256 رقم كيخصو ينتقل الكونتور لهذا لو دوزيام هذا هادشي بحالاش بحال الثواني والدقائق والساعات والايام دونك فاش كيدور الكونتور ديال الثواني فاش كيوصل 60 ثانيه كيعطينا دقيقه فاش كدور 60 دقيقه كيعطينا ساعه فاش كدور 24 ساعه كيعطينا نهار دونك بحال هاد الكونتور هذا دونك لا ميم شوز الوغ اوتوماتيكمون هذا غادي يبقى يدور حتى كيوصل هذا يعني الحد ديالو اللي هو 255 غادي يعطينا 17 غيدور عاوتاني هذا حتى ل 255 يعطينا 18 هنا يعني اون فوا كيبغي يمشي ل 256 يعني سالا 256 الرقم غادي يعطينا الرقم اللي من بعده اللي هو كما قلنا 17 غيمشي عاود 255 الرقم اللي من بعده هو 18 0 1 لا 2 3 4 255 19 1 0 1 2 3 20 0 1 2 3 دونك هذا كيمشي من 0 حتى 255 كيتبدل هذا مره واحده كيمشي هذا من 0 حتى 255 كيتبدل هذا مره واحده
اش منو رقم فاش غيحد هذا 204 عفوا هذا 16 هذا اش من رقم فاش غيحد غادي يحد 16 ردوا معايا البال 16 زائد 8 ثم كنقصوا في هذا التالي جوج هذه صعيبه لكم شويه ولكن غتركزوا معايا غنحصلوا عليها ركزوا معايا شويه دونك فاش غنحدوا غادي نحدوا 16 الى زدناها 8 غنلقاو 24 ولكن خصني نقص جوج من هاد لوكتي التالي من هاد الكونتور التالي خصني نقص منه جوج هذا ديال 256 شحال غتولي غتولي 254 الوغ مادام غتولي 254 دونك اوتوماتيكمون راني غادي نقص كذلك من 24 ما نبقاش في 24 غنرجع ل 23 ل 23 غادي نكتبها باش غتشوفوها دونك غادي ركزوا معايا دونك 192 ما فيهاش المشكل اوكي غتبقى هي هي 168 كذلك ما فيهاش مشكل غتبقى هي هي علاش لان هادو اوتوماتيكمون راهم كيقابلوا 255 255 دونك هادو كيبقاو ستابل اوكي دابا فين غيكون عندي المشكل هنا الوغ هنا غنستعمل الباج جوج اللي هو اللي هذا فاش نقصنا 256 ناقص 248 دونك غنستعمل البا ديال ديالو ديال هاد 16 شكون هو البا ديالو نورمالمون غنزيد 8 اللي هي هنا 200 او أو يعني 16 زائد عفوا 16 زائد 8 16 زائد 8 شحال هي هي 24 متفقين ولكن راه ماشي ستابل صبر تقدر تبدل ما عليناش دونك هنا اوتوماتيكمون هذا غادي 224 نورمالمون زدت ان با دونك هذا غادي يولي عندي صفر ولكن هذا غادي نقص منه جوج غادي نقص منه جوج الا نقصت جوج دونك غادي نقص واحد غادي يولي 200 55 اوتوماتيكمون الى نقص هنا واحد ولا هذا 255 255 هذا حتى هو غادي يرجع غادي يرجع للور غادي يولي 23 اوكي زيد انا نقصت الاول ولا 255 نقص الجوج دونك غادي يولي 254 فوالا دونك هكا غادي نحصل على اخر ادريس اي بي غادي نستعملها في هذا الريزو يعني غادي يبقى يمشي من واحد وهو كي كي, كي واحد 16 و 16 يعني كانت عندنا الاولى هي اوتوماتيكمون 16 0 هي الادريس الريزو 16 1 هي اول ادريس اي بي وانا طالع 16 2 3 4 5 6 7 255 فاش غنمشي اللي بعدها يعني هو 17 0 وانا طالع 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 حتى ل 23 254 هي اخر ادريس غنستعملها هنا في هذا الريزو اوكي دونك كي درت لقيت 23 224 23 254 دونك هنا ضفت هاد لو باج جوج ديالي اللي هو 8 ضفته لهاد 16 لقيت 24 الوغ اوتوماتيكمون غنكتب هنا 24 ولكن الا ما غاديش نكتبها وي غادي نكتبها انا يعني بروفيزوارمون بروفيزوار غنكتب 224 دونك غادي نجي للوكتي التالي اللي غيكون فيه صفر غادي نقص جوج باش نطبق نفس القاعده اوكي نفس القاعده اوتوماتيكمون غادي نقص جوج هنا الا نقصت جوج غادي نرجع غادي يرجع بيا هذا الكونتور هنا ما يبقاش 24 غادي يرجع ل 23 وغادي غادي نلقى 223 254 اوكي دونك وفي القاعده هنا اش ممكن نكتب دونك غادي نكتب هنا اوكتي 3 دونك اوكتي لاحظوا اوكتي فوالا اوكتي 3 بلس 8 اوكي فوالا اوتوماتيكمون وغادي ندير عاوتاني اتونسيون اوكتي 4 اوكتي 4 موان 2 موان 2 فوالا ردوا البال هذه دونك اوكتي 3 بلس 8 اللي هي نورمالمون لو با 2 هذا لو با 2 هذا و اوكتي 4 موان 2 اللي هي القاعده هاد 8 نورمالمون هي عفوا هي با با 2 بالنسبه لحالتي هنايا اوكي و نورمالمون هنا غادي ندير هادو عفوا نديرهم انديس باش ما يتخلطوش عندكم الا سمحتوا دونك غندير هنا انديس وندير هنا كذلك انديس بهذه الصيغه هذه دونك موان 2 فوالا اوتوماتيكمون هنا كتساوي هذه بعدا كتساوي كتساوي 16 زائد 8 اللي هي 24 وهذه اوتوماتيكمون غادي تسالي تساوي لي غادي تساوي حفظوها هذه قاعده هكا الله يرضى عليكم كتساوي دونك 0 ناقص 2 ردوا البال حنا راه كنخدموا دابا بالمنطق بالمنطق ديال ديال الكونتور اوكي بالمنطق ديال الكونتور دونك غادي ننزل هادو كاملين في سطر واحد الا سمحتوا دونك ناقص 2
اوتوماتيكمون غادي تساوي 254 بالمنطق ديال الكونتور. دونك مادام نقصت هنا 2 ولات عندي 254 اوتوماتيكمون ردوا البال هنا غنشير لها هنا. دونك غنشير لها بهذه الصيغه اوتوماتيكمون راه 24 غادي تولي يعني اوتوماتيكمون غادي تولي هي دونك غادي تولي 3 23. علاش؟ لان اوتوماتيكمون هاد 24 ما غتبقى هي 24 لان الكونتور اللي متحكم فيها لو ترو الكاتريام اوكتيرا متحكم فيها رجع نقص بجوج اوتوماتيكمون. مادام نقص بجوج حتى هي غتنقص بواحد. اوكي كما كنا كنضيفوا هنا فاش كنوصلوا 255 وكنبغيو نمشيو للاخر وكنديروا صفر وكنديروا هنا 17 لا ميم شوز الا رجعنا اللور غادي نرجعوا 254 اوتوماتيكمون غادي ينقص هذا بواحد حتى هو. اوكي وهنا كتبقى لي اخر وحده اللي هي لادريس دو ديفوزيون بسيطه حتى هي لادريس دو ديفوزيون. فوالا لادريس ديفوزيون غنضيف واحد ديفوزيون غتكون هي 192 168 23 ردوا البال 23 255. دونك وكنكون حصلت هنا على لادريس ديفوزيون اللي هي 255. الا بغيت ندير القاعده حتى هي ولكن بلا ما نطرطق لكم الراس ديالكم بهاد القواعد هكا انا الا فهمتوا لي غير هاد القاعده هادي غادي يكون يعني مزيان جدا جدا. دونك ما علينا غنعاودوها يعني بصيغه اخرى ولكن باش ما نضيعوش الوقت اكثر انا غنعاودها لكم دابا بعدا هو الاول في البينير غنخدموها في البينير نفس لادريس غنخدموها في البينير نشوفوا فعلا واش غادي نلقاو نفس يعني نفس النتائج. ولذلك غادي نجي لهنايا دونك غنخلي الماسك ديالي هو اوكي غنخليو الماسك هو اللي هو دونك 255 0 استنتجناه ولا لقيناه انطلاقا من يعني القاعده ولا انطلاقا من لو سيدر. فوالا اوتوماتيكمون هنا شنو غادي يوقع عندي غادي نجي لادريس ريزو غادي تبقى لا بارتي ريزو اللي محدده بلي 255 ما غاديش تبدل. دونك 192 نقطة 168 نقطة الوغ هنا غيبدا عندي الإشكالات. دونك هنا الإشكال غادي يبدا عندي كي غندير لهاد القضية هادي باش نحبسها الوغ غادي نكتب سايز غادي نكتبها دونك في البينير في لادريس ريزو. دونك سايز في البينير هي اوتوماتيكمون 0 ما كايناش 128 اوكي ما كايناش يعني 32 عفوا 64 ما كايناش 32 كاينه 16 هي هذيك اللي كاينه عندنا هنايا هي هذه. دونك والبقيه صفرات دونك 8 4 2 1 دونك هي هذه 0 1 2 3 4 5 6 7 دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 ديال لي بيت نقطه فوالا لاحظوا اذا هنا في لادريس ديالنا ريزو عندنا مناش كتبدا لا بارتي ريزو كتبدا من هاد لا بارتي كل هذه الاحمر انا داكشي باش درتها بالاحمر هنايا يعني من هاد خمسه ديال لي بيت هنايا خمسة ديال البيت زائد هاد 16 اللي قدام دونك غنحسبهم دونك 1 2 3 4 5 دونك كتبدا لا بارتي ريزو من هنا حتى لهنايا دونك غنعاود نحددها دونك كتبدا من هاد لوكتي دونك لا ميم شوز غنردها هنايا بلا كولور روج بهذه الطريقه هذه. دونك هذه هي لا بارتي ريزو الوغ هنا اوتوماتيكمون قاعده اخرى غنقولها لكم من دابا هاد لا بارتي ريزو خصها تمشي معاك في جميع التحديدات ديال لي زادريس اللي بغيتي تحدد في سواء لا بروميير ادريس اي بي سواء لا ديرنيير ادريس اي بي سواء لا ادريس دو ديفوزيون دائما هاد لا بارتي اللي هي بالاحمر ما خصهاش تبدل عندك غتبقى لا ميم في لا بروميير ادريس اي بي وفي لا ديرنيير ادريس اي بي وفي لا ادريس دو ديفوزيون. اوكي دونك وشكون اللي غيتبدل هاد لا بارتي الاخرى اللي غنكتب دابا بهاد اللون الخضر ولا بالزرق دونك ماشي مشكل نعاود نردها بالخضر باش نكون منسجم هنايا مع الماسك ديالي. دونك اوتوماتيكمون هنا في هاد لو ديرني اوكتي ها 16 كتبناها 16 هي هادي 16 اوكي كتبقى لي لو 0 اوتوماتيكمون هو وي 0 1 2 3 4 5 6 7 وي 0 نردها بلا كولور لا كولور فير دونك هكا فوالا بلا كولور فير باش نكون منسجم مع الماسك اوكي دونك ها هي بلا كولور فير فوالا اوكي دونك وهادو اوتوماتيكمون هما هاد لي بارتي اللي انا ضفت هنايا ولا اللي يعني اللي ولا مكتوبين عندي هنايا بالبينير اللي هما الاصل ديالهم كانوا عندي هنا في لادريس اي بي هما هادو اوكي ولكن انا رديتهم هنا بالبينير اوتوماتيكمون. علاش غنقول لكم دابا بالضبط علاش لانه غادي نمشي باش غادي ناخذ لا بروميير ادريس اي بي الوغ باش ندير لا ديدكسيون ديال لا بروميير ادريس اي بي. دونك كيفاش غندير لها فوالا باردون غنرد هنايا هاد لا كولور هاد لي كولور كي يتلفوا ولكن ما عندنا ما نديرو. دونك لا بروميير ادريس عفوا
عفوا دونك هنا لا بروميير ادريس اي بي لا بروميير ادريس اي بي دونك غتكون هي لا بارتي ريزو غتبقى لا ميم ما غاديش تبدل وردوا معايا البال هاد الهضره اللي كنقول دونك لا بارتي ريزو غتبقى لا ميم شكون هي هي 192 168 هذه غتبقى لا ميم 0 2 3 1 0 دونك هذه ما غاديش تبدل اوكي لا بارتي ماشين غادي نمشي لا بارتي ماشين دونك شنو غادي ندير فيها غندير القاعده اللي هضرت لكم عليها قبيله دونك غادي نجي لهاد 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 لي زوكتي هادو شحال من اوكتي عندي هنا شحال بيت عفوا شحال بيت عندي هنايا اوتوماتيكمون هادو اللي كيحددوا لا بارتي ماشين عندي 8 9 10 11 البيت دونك هي 11 البيت نحاول نديرهم دي زيكس ولا مثلا دي زيكس دونك الاول الجوج عفوا دونك هكا فوالا الاول واخا من بعد نردو مينيسكول الجوج الثالث الرابع خمس سادس سبع ثامن تاسع 10 11 11 الاوكتي اوكي دونك فوالا الوغ عندي 11 متفقين دونك 11 هما هاد الوغ هاد 11 هاد 11 الاوكتي دونك كان عفوا 11 البيت عفوا فوالا واش كندير لهم دونك كنحاول انني نشوف نكتبهم على شكل الارقام كما درنا قبيله دونك واحد الا بغيت نكتب يعني واحد بهاد 11 البيت دونك كتكون هي 0 واحد يعني 0 0 ماشي كنشوف سمحوا لي هنايا كنتاكد من هاد فوالا 0 3 4 5 6 7 8 9 10 دونك اخر واحد اللي هو ال11 لو 11 بيت دونك كندير له واحد هاي بشويه عليكم ركزوا معايا شويه مزيان دونك لا ميم شوز كنمشي لو دوزيام دونك جوج الا بغيت نكتب جوج دونك اوتوماتيكمون هي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 دونك غتعطيني 1 0 هذه هي جوج دونك وانا غادي 3 4 5 دونك حتى اخر واحد اخر رقم هنايا دونك هو اوتوماتيكمون غادي يكون هو اللي غادي تكتب بهذه الصيغه دونك سمحوا لي دونك غادي نكتب هذه الصيغه اللي هي اخر واحد غادي تكتب الصيغه 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 يعني كله وحدات انا ما كيهمنيش كاع هذا الرقم يكون اي رقم بغا ممكن نخرجوه راه بسيط ماشي شي حاجه صعيبه دونك وما قبل منه غادي تكون هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دونك وكندير صفر في الاخير وكندير صفر في الاخير وردوا معايا البال شنو غنخرج من هذا الشيء دابا اللي درت دونك مناش بديت هذا الشيء بديت من هاد 11 البيت ديال لا بارتي ماشين هما هاد كنخلي لا بارتي ريزو ما كنقيسهاش كتبقى هي هي كنمشي لهاد 11 البيت ديال لا بارتي ماشين انطلاقا منها كنخرج اول رقم واحد كنكتب 11 البيت هاد 11 البيت كنكتبهم سو فورم دو 11 11 البيت يعني كنكتب بها واحد بهذه الصيغه نقدر نكتب جوج ثلاثه اربعه والا هادو ما غاديش نحتاجهم كاع هادو انا ما غاديش نحتاجهم دابا دونك غنحتاجهم من بعد ولا غنبقى نزيد غير في الديسيمال اللي غادي نحتاج غنحتاج هاد واحد هذا وغنحتاج هاد لافون ديرني مع هاد لو ديرني اوكي علاش لان هذا هو غنخرج منه لا بروميير ادريس اي بي هذا غنخرج منه لا ديرني ادريس اي بي وهذا غنخرج منه لادريس دو ديفوزيون اوكي دونك مزيان غنطبق هذا الشيء هنايا مزيان الوغ غتبقى لي هاد لا بارتي الاولى اللي هي بارتي ريزو غتبقى هي دونك غتبقى 192 نقطه 168 نقطه دونك 0 1 2 3 4 5 هادو غيبقاو هما هنا دابا غادي نجي نحط هاد لو 1 اوكي نحط هاد لو 1 غنحطو بلا كولور فيغ ماشي مشكل نتعذبوا شويه ولكن ماشي مشكل دونك غنحطو بلا كولور فيغ دونك شحال باقي لي هنا باش نكمل لوكتي ديالي باقي لي 3 3 دونك هنا غناخذ 3 الاولين هما 3 الصفرات 1 2 3 انا خديت 3 ديال الصفرات شحال بقى لي دونك 7 ديال الصفرات و1 غادي ندير بوين ديالي ونكمل 7 ديال الصفرات 1 2 3 4 5 6 7 ديال الصفرات و1 هكا شحال كنكون لقيت اوتوماتيكمون لا بروميير ادريس اي بي ديالي غتكون غنكتبها بواحد لا كولور وحده اخرى دونك دائما هنا فوالا لا بروميير ادريس اي بي خصني نكتبها هنايا نكتب بلي انا كنخدم على لا بروميير ادريس اي بي فوالا باردون دونك هنا غادي نحددها هنا باش نعرفوا علاش كنخدم دونك لا بروميير دونك لا بروميير ادريس دونك اي بي
على ما كنخدم. اوكي مزيان اوتوماتيكمون شحال غنلقى فيها؟ اوتوماتيكمون غادي نلقى فيها دونك 192 168 الى رجعت هذه البينير غنلقى دونك هنايا اوتوماتيكمون غنلقى سايز ما تبدلاتش بوين بوين هي هذه اللي لقيت هنايا بهذه الصيغه ديال هذه دونك هي هذه فوالا بحال الا ضربت الدوره ولكن اللي كيهمني هو تفهموها دونك هذه لا بروميير غادي يصايب كي ما فيهاش اشكال فوالا حنا لقيناها دونك بسيطه ما فيهاش يعني شي اشكال يعني بكل سهوله وكل بساطه مزيان دابا اجي نشوفوا لا 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 ديرنيير ادريس اي بي دائما غادي نعتمد على هادو دونك لا بروميير ادريس اي بي ها هي دونك غادي نمشي دونك ونحدد لا بروميير ولا لا ديرنيير فوالا dernière ندير هنا واحد الدي باش نفرق بين première و dernière دونك واحد الدي ماجيسكول dernière adresse IP غادي ننتهج نفس المنهج شكون هو هذا المنهج المنهج هو انني اوتوماتيكمون غادي ناخذ يعني لا بارتي ريزو غتبقى لا ميم ما غاديش تبدل اوكي لا بارتي ريزو غتبقى لا ميم هي 100 عفوا هي 100 عفوا اذا نكبروا شويه هذا 10 دونك هي 100 اعتذر واحد دقيقه لان التسجيل غادي يوقف المهم نكتب بعدا هذه هي 100 100 ولا لا باردون دونك هكا غادي نوقف واحد شويه لان التسجيل غادي يوقف دابا وغنرجع عندكم نكمل غير هذه ودونك نمشي دونك عندكم واحد جوج دقائق 2 مينوت تيلفوبل باش نهيو الحصه 2 مينوت وغادي نرجع عندكم لان بقات لي دقيقه في التسجيل وما بغيتوش يخسر اوكي دونك 2 مينوت وغنرجع عندكم 2 مينوت السلام عليكم